كان تاريخ دخول التبغ للمغرب في أوائل القرن السادس عشر الميلادي، وكان دخول نبتة التبغ للمغرب والتدخين الذي تبعها والتي اختلف حكم الفقهاء فيه بعد حملة المغرب على السودان الغربي. في النصف الثاني من القرن السادس عشر كان يعيش المغرب حالة من الاختناق، فبعد فوزه على البرتغال في معركة وادي المخازن عام 1578 وجد المغرب نفسه محاصرا بين إمبراطوريتين العثمانية والإسبانية وجيش مغربي منقسم ومكون من علوج مسيحيين وأندلسيين مسلمين غاضبين يحثون السلطان على استرجاع الأندلس. وبهذا بقي الجنوب هو المنفذ الوحيد للتوجه للجيش المغربي والتحكم في تجارة الذهب. وبعد حملة السلطان أحمد المنصور الذهبي الشهيرة على السودان الغربي سنة 1591 عاد المغاربة من المنطقة بمجموعة من المواد والأشياء الجديدة على المغاربة كالزرافة التي رأوها لأول مرة والفيل الذي انقرض من المغرب في عهد الرومان والتبغ الذي أصبح مادة يتعاطى ويقوم بتدخينها المغاربة. وقد ذكر المؤرخ محمد الصغير الإفراني في كتابه نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي أنه في عام 1592 تم إحضار أفيال من السودان إلى أحمد المنصور الذهبي، وكان يوم دخولهم مراكش يوما لا ينسى، عندما خرج كل من في المدينة لرؤيتها رجالا ونساء وفتيانا وشيوخا. ثم في رمضان سنة 1599 حملت بفاس أيضا وظهرت هذه العشبة الخبيثة المسماة التبغ. ونجد نفس الكاتب يذكر أن السودان الذين قدموا يسوقون الأفيال قدموا بها يشربون نبتة التبغ ويزعمون أن فيها منافع، فأخذت عنهم في ضرعة ومراكش وغيرها من مناطق المغرب. ورغم إعجاب بعض المغاربة وتعاطيهم للتبغ إلا أن العديد من الفقهاء استقبلوه بنوع من الحذر والتشكيك، وهناك مجموعة من العلماء أفتوا بتحريمها فيما اختار محمد الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد اليفراني المشهور بالمكناسي والذي تولى القضاء في مدينة فاس موقف الحياد وقال العلم فيها عند الله سبحانه. مرت 4 سنوات على هذا الحدث، تولى الحاج صالح ولاية الحسبة في أجزاء من فاس وأمر بقطع التدخين، وتوالت من هناك دعوات الفقهاء بين التحريم والتحليل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.